شاركت اليوم النيابة العامة الاتحادية في تقديم محاضرة عن دور نيابة الأموال العامة في الحفاظ على المال العام، وكذلك عن اختصاصات النيابة والجرائم المعنية فيها والعقوبات، وكان هناك تفاعل من أفراد المجتمع مع النيابة العامة. محاضرتنا اليوم الحقيقة كانت محاضرة قيمة، نبهتنا عن أمور كثيرة كانت غايبة عنا، والله الحمد استفدنا كثير وجميع الحضور من هذه المحاضرة، وأشكركم وأشكر النيابة العامة والقائمين عليها.